احنا مثلا المساحه اللي هتبقى قد كده هنرفعها هنساعد في اللجنه هتبقى قد كده، بحيث ان احنا امورنا تبقى واضحه من الاول ونبدا نشتغل. طيب انا الكلام ده اصلا الكلام ده عايزه في اسبوع او 10 ايام. فاحنا هنشتغل بالتوازي مع بعض في 6 مجالس. خلاص انتوا كنتوا مجهزين معانا كاعضاء في اللجان. تمام نشتغل. فهل في اجراءات روتينيه هتعوق هذا الكلام؟ يبقى ما نحطش صح. ناخد راي سعادتك باشمهندس مدحت الهيئه وسعادتك ونرد على سعادتك خلال الاسبوع. طيب احنا خطه العمل بتاعتنا يا جماعه احنا مطلوب مننا دلوقتي ان احنا نحصل املاك الدوله على مستوى المحافظه بتشكيل لجنه من المحافظ والسكرتير العام ورؤساء المدن والرقابه الاداريه والزراعه وكل الاجهزه المعنيه معنا في المملكه. احنا عايزين نحصل الاراضي اللي بتعدي عليها فعلا المساحات المزارعه على الطبيعه يعني لو واحد بطل انا بطلت 500 فدان زرع 50 هيدي مساحه بتاع 3500 تمام المزارع حقيقه 50 فدان تاريخ الزراعه اسم المتعدي بياناته كامله تمام الارض دي برضه لو اعتقد هي كمان زراعيه شغاله او اشتغلت في 50% في مصر 50% في المحافظه ولو قلت لهم حطوهم التقارير بعد كده ليه؟ فده احنا طلع قرار النهارده بتاع تشكيل لجنه ممكن نعمل اجتماع بكره او يوم الاحد الجاي ان احنا نرجع نعمل فورا، اعتقد انتوا اشتغلتوا في هذا الامر منذ فتره وعندكم الداتا دي جاهزه تمام؟ فده هيسهل معانا ان احنا نخلص بسرعه امورنا بالتعاون مع الاملاك بحيث ان احنا نبعت التقرير ده خلال اسبوع او 10 ايام. مساحه كورات علينا النهارده تمام؟ هنشاركها في قرار اللجنه معانا في اللجنه ولا بحيث ان هم بالاجهزه اللي معاه نقدر ننزل والكلام ده هيبتدي يعني حاجة. اعتقد هيبقى في اماكن اماكن مش هيبقى في كل الاماكن. يعني اعتقد هيبتدي في طبيعه، هيبتدي في الصديق، الاماكن اللي فيها مساحات اقصى مساحات شاسعه ده اللي هنقص فيه ان احنا نستخدم فيه اجهزه بالتعاون مع الوزاره. في اي بيانات مطلوبه مننا عشان البروتوكول تاني اللي حضرتك عايز توقعه؟ في اي حاجه يعني موقعه على احنا الوقت مقرر ان احنا نوقع البروتوكول ونطلع الشيك بالمبلغ تبداوا العمل فورا. تمام؟ طب البيانات دي هتوقفونا بيها اول باول ولا هنستنى لمده العميل لما نخلص؟ لا طبعا طبعا البيان كل قطعة ده على اساس تمام ده عايزه ولا ايه؟ ده الصورة كده.